متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. احنا الآن تنتواجدوا في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فاش نقولوا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنقولوا سي الزعيم نوبير الأموي. جينا هنا باش نقتربوا أكثر من واحد الكتاب جديد أصدره كل من الأستاذ شعيب الحليفي والأستاذ محمد عطيف تحت عنوان الزمن الاجتماعي بالمغرب أحاديث نوبير الأموي. لماذا إصدار كتاب حول الزعيم نوبير الأموي في هذه الظرفية بالذات؟ اولا اصدار كتاب الزمن الاجتماعي بالمغرب احاديث نوبير الاموي في هذه الظرفيه ليس طارئا على عملنا في منظمه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل وفريق الذي يشتغل منذ ثمانينيات القرن الماضي، منذ اصدار جريده الديمقراطيه العماليه واصدار اكثر من 20 كتابا منذ تلك الفتره، يدخل في سياق الثقافة العمالية وفي إطار توثيق الرصيد النضالي والثقافي والفكري لهذه المنظمة. ولكن هذا الكتاب يأتي في هذه الظرفية لنؤكد على شيئين أساسيين. أولا على أهمية أن نوبير الأموي أو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنتجت معرفة بالمجتمع. هذه المعرفة يمكن أن نقرأها في أكثر من 30 حوارا أنجزت في هذا الكتاب، أو ما أسميه ويسميه معي كل الزملاء الذين اشتغلوا معنا في هذا الكتاب ومنهم الأخ محمد عطيف، نسميه الزمن الاجتماعي من منظور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومن منظور الأخ نوبير الأموي. أولا، ثانيا هو أن هذا الكتاب يستكمل ما تم إصداره سابقا، لأن الخطاب الكونفدرالي وخطاب الأخ نوبير الأموي وخطاب كافة المناضلين في هذه المنظمة من أصغر مناضل إلى أكبر مناضل على المستوى الأجهزة يشكل أو يتشكل هذا الخطاب في ليس في هذه الحوارات فقط، ولكن في خطابات فاتح ماي، في البيانات، في البلاغات، في كل ما أنتجته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هل سياق النقابة والاجتماع الذي يعرفه المغرب كان له أثر في إصدار هذا الكتاب؟ أنا بالنسبة لي أو بالنسبة للأخ عطيف لا أعتقد أنه سرع، ولكننا نحن نسير وفق واحد الأجندة ديال النشر وديال التجميع ديال الكتب، وهذا ليس آخر كتاب بالمناسبة، أصدرنا كتبا وهذا جاء في هذا السياق بعد المؤتمر الأخير للكونفدرالية الديمقراطية الشغل في 2018، وحيث لم يعود الأخ الأموي كاتبا عاما برغبته رغم إلحاح كل القيادات وكل المناضلين وتولي الأخ عبد القادر الزير هذه المهمة، مهمة الكاتب العام، فكان لابد أن نلتفت إلى الأخ نوبير الأموي وإلى خطاباته وإلى التي هي جزء من خطاب الكونفدرالية بالمناسبة الديمقراطية للشغل المليئة بمعرفة الاجتماعية والمعرفة السياسية لأكثر من 4 عقود في تاريخ المغرب. شباب الألفية الحالية يعني بعيدون جدا عن العمل النقابي والاجتماعي، هل تعتقد بأن إصدار مثل هذه المؤلفات ستقربهم بزعيم من كنوبير الأموي؟ أولا قبل أن أجيب عن هذا السؤال يجب أن نفهم بأن عديد من الضربات للمجتمع في مجالاته المتعددة وخصوصا الشباب الذين كانوا شبابا في سبعينيات القرن الماضي وثمانية القرن والآن وأصبحوا كهولا وناضجين، أو الشباب الذين ولدوا ووجدوا أباءهم في لحظة صعبة وحرجة من تاريخ المجتمع، التاريخ السياسي والاجتماعي للمغرب. أنا أعتقد بأن الشباب اليوم يحتاج إلى فترة نقاهة بهذا المعنى لكي يستعيد هذا الوعي الذي ضاع منه إثر هذه الضربات وينخرط. نحن دائما آملون وسنظل آملين بأن الشباب المغربي هو شباب واعي لن تلهيه كل ما ينتج له من وسائل الإلهاء أن يبتعد عن العمل السياسي والعمل النقابي. والدليل على ذلك وهو أن المكتب التنفيذي الحالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكثير من الهياكل التي يشتغل فيها فيها الكثير من الشباب من النساء والرجال. الكثيرون يؤكدون أن دور النقابة تراجع في الألفية الحالية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ وهل أصلا هناك تراجع؟ تماما، هل هناك تراجع أم هناك سياق عام في المغرب
لا يمكن أن ننظر إلى هذا الجانب. نحن نتحدث عن تراجع في المكاسب التي جاءت بها الطبقة العاملة، هذا التراجع الذي تراجعت عنه الحكومات المتتالية خصوصا منذ 2011 و2012، هناك تراجع خطير. هذا التراجع أثر على الحياة العامة وعلى نظرتنا وعلى شروط العمل، لأن العمل النقابي بقدر ما يحتاج إلى صراع مع حاكمين أقوياء، نحن الآن لا نجد حاكمين أو حكومة قوية يمكن أن تصارعها. حكومة الآن تصارع العمل أو تحارب العمل النقابي وتحارب النقابات بطرق ملتوية، كما تحارب الصحافة بطرق ملتوية وغير أخلاقية، وهذا ما يضعف الصراع أو مجال الصراع. النقابة تريد أن يكون هناك مصارعا قويا. إذا أنت تعتقد أن بوجود حكومة قوية تكون النقابة أصلا تكون النقابة هي أيضا قوية؟ حكومة قوية طبعا لا بد أن تكون هناك حكومة قوية، والحكومة القوية يمكن أن تنتج صراعا قويا. إذا قمنا بمقارنة بين حكومة السي بن كيران وحكومة العثماني التي هي يعني امتداد لحكومة السي بن كيران وبين الحكومة السابقة، أيهم الأحسن في العلاقة ما بينهم بين النقابات وبين الحكومات هذه؟ أنا في اعتقادي كملاحظ في المجال الاجتماعي والنقابي والسياسي، يمكن أن أقول بأننا في المغرب نعيش أسوأ اللحظات في تاريخ الحكومات المغربية. أسوأ اللحظات ليس لأن الظرفية جاءت سيئة، بل الظرفية ملائمة، ولكن الاختيارات الإيديولوجية والاختيارات السياسية غير ملائمة أبدا. ربما لا أقول بأن المشكل من هذه الحكومة، نحن أيضا كفاعلين كمثقفين كنخبة كمجتمع غربي نتحمل هذه المسؤولية، ولدينا بعض الأخطاء يجب أن ننتبه إليها لكي نغير. نحن نشتغل ونفكر في التغيير انطلاقا من الصراع، وهم لا يفكرون في التغيير، لأن منذ 2012 حتى الآن كثير من التراجعات وقعت في المغرب. هذه التراجعات أثرت على الدينامية التي كانت أو خلقت منذ تسعينيات القرن الماضي. البعض يقول بأن حتى النقابات بعد الماتش، والدليل هو ما وقع في قضية صندوق التقاعد في مجلس المستشارين. لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح، لأن الآن كثير من الكلام يمكن أن يقال وكثير من الاتهامات، وأعتقد بأن الذي يعرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليس منذ 78، والحديث هنا ليس عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن حديث عن أنا لا أعتقد أن الطبقة العاملة يمكن أن تفعل شيئا ضدها. هناك دائما انفلاتات لدى جهات تابعة للحاكمين وللحكومة من بعض أرباب العمل ومن بعض النقابات الديلية، وكان هذا الأمر منذ ستينيات القرن الماضي. ولكن الذي يتتبع، وأنا أتحدث لأنني متتبع للكونفدرالية الديمقراطية الشغل والمجال الاجتماعي، أعتقد بأن دور النقابات الآن في المجتمع لا نحتاجه نحن كمجتمع، الدولة أيضا تحتاج إلى هذا الدور، تحتاج إلى عمل سياسي نظيف، وتحتاج إلى دور النقابات لتقوم بمهامها عوض أن تحاربهم في المعامل وتحاربهم في قوتهم وتحاربهم فيما اكتسبوا منذ سنوات وناضلوا من أجله. عليها أن تتركهم يشتغلون، فإن النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني هو الذي يؤسس العمود الأساسية للدولة، يؤسس لها فكرها ومعرفتها، وليست الدولة وحدها التي يمكن أن تقوم بهذا برأيها. على ذكر دور النقابات، هل تعتقد كما قلنا أن تراجع الدور تاع النقابات هو الذي فتح المجال لظهور وسائل اجتماعية جديدة ما بين المجتمع وبين الدولة؟ هذا من حشو الزمن، وحشو الزمن الذي يفرز لك بعض الأشياء، وليس في المغرب بالمناسبة، في العالم برمته أفرز لك هذه الأشياء التي لا أعتقد أنها تدوم، لأن ليست لها المرجعية التاريخية والمرجعية الاجتماعية والمرجعية الثقافية التي يمكن من خلالها أن تشكل قوة أو سلطة. فسلطة العمل النقابي لا أقول بأنها أصبحت استراتيجية، بل أصبحت ضرورية في المجتمع ويجب أن تبقى ضرورية. شكرا سي شعيب الحليفي، وشكرا متتبعي قناة أنفاس بريس، وإلى لقاء جديد إن شاء الله.